ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساءكم بالخير أحبتنا جميعا. طبعا سأرد على المدعو أنيس منصور الذي تطاول في فيديو شاهدته أنا قبل ساعات على كل من قال شكرا للإمارات، شكرا للإمارات، شكرا لموقف الإمارات الإنساني أنها تبنت إجلاء الطلاب اليمنيين الموجودين في مدينة واهان الصينية وتبنت نقلهم إلى حجر صحي داخل الإمارات ثم نقلهم إلى اليمن. موقف إنساني تكلم فيه الكثير وعلى رأسه وزير الخارجية اليمني، لكن أنيس منصور لا يعجبه ذلك لأنه تعود على التطبيل وتلميع الأحذية، الأحذية التي قال يريد أن يرفعها لنا. فسأعرفكم من هو ملمع الأحذية. أنيس منصور هذا كان مشرد في اليمن في الجبال، فتسلق مظلة الشرعية حتى وصل إلى ملحق إعلامي في الرياض. فعندما كان ملحق إعلامي وظهرت أنا معه مقابلة في قناة بلقيس آنذاك، فكان يتكلم ضد المغترب اليمني. كان أنيس منصور وهو ملحق إعلامي يتكلم ضد المغترب اليمني، ومن يريد أن يرجع الفيديو يرجع له. فكان يلهث أمام أبواب القصور من أجل أن يستلم مخصصات مالية له، أدخل أولاده حج بوالدته، عاش وتبنجح وعاش أزهى عصرة على بداية عاصفة الحزم حتى فترة ليست ببعيدة. ركب أنيس منصور الموجة والكثير من أمثاله بعد أن تعبت جيوبهم وبنوا لهم العقارات واشتروا الشقق في تركيا، عادوا إلى من؟ للتطبيل لجهة أخرى. تمام، هنا يتبين لك معادن الناس. تمام، فذهب إلى أحضان قطر ومن على شاكلة قطر وإلى من هم جناح تركيا وقطر. فهو والكثير طبعا خرجوا عن مسار ما دخلوا فيهم، كانوا ضمن التحالف وكانوا في مناصب محددة، وبدأوا يهاجموا الإمارات ويهاجموا المملكة العربية السعودية. طبعا كل هذه بأموال قطرية وتمويل قطري، وكثير من المطابخ التي تبنت واستقطبت الكثير من اليمنيين لسب وشتم الإمارة العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والإساءة لهما. أنيس منصور في الأمس لمع وتكلم وبجل قطر وبجل عمان وبجل الميسري وبجل غيره أن هؤلاء قد تبنوا نقل الطلاب اليمنيين. تمام، وكان كله فقاعات إعلامية كاذبة من إنشاء مطابخ أنيس منصور ومن شاكلتهم التي دعمهم قطر. فعندما أتى الموقف الإنساني من الإمارة العربية المتحدة، هنا ظهر أنيس منصور ومن على شاكلته، لأن هنالك من هم العقلاء، من هم فضلوا أن يشكروا الإمارات على الموقف الإنساني، الموقف الإنساني. فلم يعجبهم العجب وجنونوا جنونهم ودخلوا يسبون ويشتمون. من يريد أن يراجع ثقافة الشخص هذا. الشخص هذا في فيديو سابق، شوفوا الكلام اللي تكلم فيه، تكلم على كثير من اليمنيين وعلى رأسهم وزير الخارجية. فهنا تتبنى المواقف. فأنا أوجه تحية إجلال وتقدير إلى شرفاء الجنوب وإلى أبناء الجنوب المرابطين على أرضهم، الذين رفضوا أن يكون أنيس منصور واحد منهم أو يمثل الجنوب، وهو لا يمثل اليمن. فلم يقبلوه بينهم لأنهم يعرفون حقيقة أنيس منصور، وحذروا دول التحالف من أنيس منصور هذا. فيعني سبحان الله الذي يظهر معادن الرجال ويظهر معادن الأشخاص، ومن هم يلهثون وراء الفلوس ومن هم يلهثون وراء الدعم. بعد أن امتلأت كروش أنيس منصور وأمثاله في الرياض، بعد أن عينوا بالوظائف، بعد أن نهبوا، بعد أن أكلوا، بعد أن وظفوا محسوبين عليهم، ها هم الآن يرتمون إلى أحضان دولة أخرى ويحرضون على اليمن ويحرضون على كل من هم حلفاء اليمن. أنيس منصور يتلقى أوامره من مهدي المشاط ومن عبد السلام فليتة ومن أسياده من قطر لمهاجمة المملكة العربية السعودية ومهاجمة الإمارات المتحدة. فلذلك يا إخواني ثقوا، كونوا على ثقة.
عندما ينتقد مثل هؤلاء أي طرف في اليمن فعرفوا أن الطرف هذا على حق وأن هؤلاء على خطأ، لأنهم يلهثون وراء المصالح ويلهثون وراء المناصب ويلهثون وراء الدعم، ولا تصدقوا أنهم ما هم اليمن أو اليمنيين. للأسف الشديد هنالك من يلمع لآنس منصور وعلى شاكلته، شاهدوا هذا الرجل في المقاطع السابقة كيف يتكلم، فأعتقد أن هذا الشخص لا ينمي عن صحفي ولا ينمي عن إعلامي مقارنة بكثير من الشرفاء الجنوبيين، على سبيل المثال فتح ابن الأزرق وغيره من الأقلام الشريفة. شوفوا عندما يتكلم النبلاء وعندما يتكلم المتعلمين والمثقفين ومن همهم خدمة الوطن، فوالله من يلوم أبناء الجنوب من يلوم أبناء الجنوب في أنهم نبذوا هذا المقيت، هذا الإمعة، هذا المتسلق، هذا الذي يرود الذي يصعد وراء المناصب وراء المال، والله ما همهم وطن، والله لو كان همهم وطن أنهم كانوا موجودين داخل الوطن، ولكن يلهثون من دولة إلى دولة وهمهم الوحيد هو خراب اليمن ودعم الميليشيات، ولا يريدون دعم الدولة، وجالسين سب وشتم في رئيس الجمهورية وفي أعضاء الشرعية الشرفاء وفي قوات التحالف وفي المملكة العربية السعودية وفي الإمارات العربية المتحدة، وسب في أبناء الجنوب وهم يبجلون ويلمعون الإنقلابيين في صنعاء. فلذلك هذه هي حقيقة أنيس منصور ومن هم على شاكلته. ذكرت لكم سابقا أنيس منصور كان ملحقا إعلاميا في الرياض، لم يتكلم في يوم واحد عن المغتربين ولم يلامس معاناتهم، وهنالك له مقابلة سابقة في قناة بلقيس أتمنى أن تدخلوا وتتابعوها. لكن الحمد لله أن ظهرت حقيقة هذا على الملأ، أصبح ممقوت وبانت حقيقته وبانت من هم على شاكلته ومن هم انشقوا وصاروا جناح منشق من حزب الإصلاح، يمثلون قطر ويمثلون تركيا، هؤلاء لا يمثلون اليمن وهم يعملون على أجندات خارجية، وكلنا نعرف الدور القطري في اليمن، والذي يظهر جليا لليمنيين وما يقوم به من عبث ومن لعب تحت الطاولة ومن تفريق الأشقاء الذين تحالفوا من أجل نصرة اليمن واليمنيين، وقدموا فلدات أكبادهم وقدموا خيرة أبنائهم وسقوا الأراضي اليمنية بدماء أبنائهم الطاهرة الزكية، المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. لذلك سنظل نشكر الإمارات العربية المتحدة، ونعرف أننا على حق، لأن ما عندما يمشي أنيس منصور والشيطان في طريق سنسلك طريق آخر، وسنسلك طريق ما سلك عليه فخامة الرئيس عبد المنصور هادي وما سلكت عليه الشرعية، معززة ومدعومة بقوات التحالف ممثلة بالمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. لذلك نصيحة لإخواننا بالتحالف وإلى المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، هنا يتبين لكم جليا معدن ونقاء الوطنيين الموجودين في اليمن، ومن همهم الوطن والوطنيين هم ما زالوا قلوبهم معكم، ومن يريد أن يصنع فجوة ومن يريد أن يشق الصف ومن يريد أن يشوه ويسيء للسعودية ويسيء للإمارات تحت مسمى ميليشيات فهذا لا يمثلنا ولا يمثل الجمهور اليمنية ولا يمثل أبناء اليمن الشرفاء. حبيت أن الفيديو هذا رد يكون على كل من يلمع ويطبل لقطر ولتركيا ولحزب الإصلاح المنشق، لا أتكلم عن الشرفاء، لا أتكلم عن حزب الإصلاح الشرفاء اللي ما زالوا مع مسار الشرعية ومع ما أتت به قوة التحالف والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية لدعم الإخوان المسلمين ومحاربة الإنقلابيين داخل اليمن، وعدونا واحد أنيس منصور ينتقد قوة التحالف وينتقد المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة التي كانت تصرف راتبه والذي كان يستلم راتبه ويتقاضى راتبه بالدولار من ميزانية مخصصة تقرها القوات التحالف ممثلة بالمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة التي تصرف رواتب الضباط والموظفين داخل الوطن وتبني المنشآت. وأخيرا آخر موقف لها مشرف هو الموقف المشرف، وهنا يأتي العمل الإنساني بعد أن ما لاقوه من سب ومن شتم ومن إثارة بلبلة ومن تشويه صورة، أتوا منقذين وأنقذوا طلابنا الذين استعانوا وطالبوا وناشدوا حكومة الشرعية، ناشدوا كل من تبجحوا أمام الإعلام أنهم أتوا لإنقاذهم، تكلموا ونددوا، ظهروا على الملأ، لكن طلع مثل هؤلاء الملمعين لمثل هذه المطابخ ويتحدثون أنهم قاموا بإجلائه وهم كاذبون. ولكن عندما أتت الإمارة وأجلتهم هنا ثار ضجيجهم واسودت وجوههم، لكن نقول لكم شاهدت وجوهكم
وعرف الشعب حقيقتكم، وعرف المواطن حقيقتكم، وعرف الناس كلهم حقيقتهم، أنكم تعملون لمصالحكم، وأنكم ما عمركم وقفتم مع الشعب أنتم توقفوا مع عصابة وتوقفوا مع جيوبكم، وأنتم عملاء لمن يريدون خراب اليمن. لكن الشرفاء المرابطين الموجودين بالجبهات امتدادا من الجنوب إلى مأرب إلى المهرة، هؤلاء هم رجال الدولة الحقيقيين الذين يمثلون الدولة الشرعية، ويمثلون فخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي، ويمثلون التحالف العربي المشترك ممثلة بالمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. وتحية شكر وتقدير فلتسمعها يا أنيس منصور وأنت ومن على شاكلتك، هي من قلب كل يمني حر إلى الإمارة العربية المتحدة وإلى المملكة العربية السعودية على كل موقف مشرف شاء من شاء وأبى من أبى. وتحياتي لكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.